مشاهدينا الكرام وسعدتم صباحا، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. بداية لدعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يحل اليوم رئيس وزراء جمهورية إيطاليا السيد ماريو دراغي بالجزائر في زيارة تدخل في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. والعلاقات الجزائرية الإيطالية تعكس عمق التعاون الثنائي بين البلدين على أكثر من صعيد. ورقة عن العلاقات الجزائرية الإيطالية مع نادية علمية. قوية ومتينة، هكذا هي علاقات الصداقة بين الجزائر وروما، تأسست على روابط تاريخية قديمة. العلاقات هذه توطدت وتعززت أكثر بالتواصل المستمر والتشاور المتواصل بين بلدين يتقاسمان جوار البحر الأبيض المتوسط، موقع جغرافي محوري أسس لتعاون وشراكة اقتصادية محورية الأبعاد. فالجزائر تعد أول شريك تجاري لإيطاليا في القارة السمراء. هذه الشراكة الاستراتيجية والأساسية تترجمها عشرات الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، أبرزها على سبيل المثال توقيع عقد شراكة واتفاقيتين بين سوناتراك وشركة إن الإيطالية نهاية السنة الفارطة في مجال المحروقات والانتقال الطاقوي، خطوة كسابقاتها جاءت لتعكس علاقات شراكة وتعاون يعمل البلدان على تعزيزها وتقويتها في نطاق التوجه نحو فتح مجالات جديدة على غرار الاقتصاد القائم على أساس الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تملك إيطاليا تجربة عريقة في هذا المجال، وكذا تعزيز الشراكة الاقتصادية والصناعية من خلال مشاريع استثمارية مثمرة بالموازاة مع توطيد التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي. على صعيد آخر، الجزائر وروما تعتزمان تعميق شراكتهما السياسية من خلال مشاورات رفيعة المستوى هدفها مواجهة تحديات تفرضها أوضاع إقليمية ودولية أقل ما يقال عنها معقدة، وتحركها إرادة سياسية قوية ومواقف متقاربة ومتطابقة إزاء عدد من القضايا الراهنة. ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عدة عروض. فبعد الاستماع لعرض الوزير الأول عن حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدم السيد وسيط الجمهورية تقريره الدوري حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم رفع القيود عن 834 مشروعا استثماريا إضافيا ودخول 574 مشروعا استثماريا حيز الاستغلال، ما سمح بخلق 869 منصب شغل جديد. هذا وأشاد السيد الرئيس بالتقدم المحرز في خلق مناصب الشغل، كما ثمن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل، كما وجه الحكومة بالتحضير لمشروع قانون خاص بالعمل النقابي والتحضير لقوانين أساسية قطاعية. رئيس الجمهورية أمر كذلك بالإسراع في توزيع بطاقات الشفاء للمستفيدين من منح البطالة وبإعداد بطاقية نهائية تحصي أصحاب عقود ما قبل التشغيل، تحضيرا لإدماجهم النهائي في مناصبهم وإدماج كل عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية الوطنية قبل نهاية ماي الجاري، كما أسدى تعليماته للحكومة برفع منح المتقاعدين بعنوان سنتي 2021-2022. السيد الرئيس شدد أيضا على أهمية الإسراع في تجسيد البرنامج التنموي لفائدة مواطني ولاية خنشلة ومتابعته بالتفاصيل أسبوعيا، مع ضرورة إفراد أهمية بالغة لمشروع إنتاج الفوسفات إضافة
كافة إلى الإسراع في إنجاز خط السكة الحديدية من تبسة إلى ميناء عنابة. رئيس الجمهورية ثمن المجهودات المبذولة في مجال الكتابة بتقنية البراي مع الشروع في الطباعة عن طريق البراي للقرآن الكريم والأحاديث النبوية ولموطأ الإمام مالك، واتخاذ التدابير اللازمة لتطوير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية باعتباره أداة محورية لترقية الطباعة والنشر بالبراي، إضافة إلى إنشاء مطبعة وطنية تضع أسسا لطباعة كتب البراي وإقرار مبدأ المجانية في توفير الكتب الصادرة بالبراي في كل التخصصات. السيد الرئيس أمر كذلك برفع أسعار الشراء للحبوب الجافة حسب مقترحات الحكومة، كما أكد على حصرية استيراد الحبوب للديوان المهني للحبوب والعملي على رفع نسبة إنتاج الهكتار الواحد من القمح إلى ما لا يقل عن 40 قنطارا، مع الاعتماد على أحدث الطرق للسقي والري الفلاحي المعاصر، كما أمر بأن تتكفل الدولة بزيادة هامش ربح ب1 دينار في اللتر الواحد من الحليب المدعم للمصانع و2 دينار للموزعين. هذا وصادق مجلس الوزراء في ختام الجلسة على اتفاق تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا وعدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة. وبرنامج التنمية المحلية بولاية خنشلة في صلب اهتمامات بيان مجلس الوزراء، حيث سخرت إمكانات معتبرة لإنجاز عدة مشاريع قطاعية استراتيجية تتماشى ومقدرات الولاية وتطلعات ساكنتها. سفيان عجروتة. ازدواجية الطريق الرابط بين خنشلة وباتنا واحد من المشاريع التي تكتسي أهمية بالغة في شتى المجالات. المشروع يمتد على طول 18 كيلومتر من قايس إلى ولاية باتنا، من شأنه تخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم 88. نشني الرئيس لنا وعدنا سو بريد الدمارة بدنا نخدم من ذيس بدنا سي قايس غرش مرة مين شني بتاني خصني خصنا السوق. هدر على الطريق، هدر على الازدواجيه بين قيس بولفريس فيس بولفريس تسمى حتى الباتنا، ان شاء الله يكملوا في هذا المشروع. تهيئه منطقه النشاط الصناعي ببابر وانجاز سوق الجمله للتفاح ببوحمامه والتعويل على صحراء الممشى كحاضنه لانتاج الحبوب والخضار والفواكه من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين بها، اضافه الى اعاده تنظيف السدود وتاهيلها، هي جملة من المشاريع التي انطلقت مؤخرا على أرض الواقع. نشكر السيد رئيس الجمهورية على الالتفات هذه نتاعو لولاية خنشلة، لأن ولاية خنشلة حقا تحتاج إلى دعم كبير من رئيس الجمهورية. بالنسبة للبرنامج اللي تحدث عليه السيد رئيس الجمهورية في الولاية، عندنا بعض المشاريع رغم جسده في أرض الواقع. هذا التنوع البيئي اللي كان في خنشلة، عندنا صح عندنا الثلج في عين ميمون والصحراء في جهة الميتة وجهة الشار. احنا نتمنوا إعادة بعث القطاع السياحي. طاقة وإمكانية معتبرة تتوفر عليها خنشلة، تحتاج إقبال المستثمرين عليها لاستغلالها أحسن استغلال واستكمال مسيرة التنمية والنهوض بالولاية في كل المجالات. كما يشهد النشاط الفلاحي بولاية أدرار انتعاشا نتيجة اتباع التقنيات الحديثة في السقي من جهة ومرافقة الدولة للفلاحين من جهة أخرى، ما يعد بوفرة منتوج القمح بنوعيه خاصة الصلب منه العينة من منطقة سبع مع وهبة مسوجة. بدأت السنابل وبدأت تميل إلى الإسفرار، مساحات شاسعة لمنتوج القمح بنوعيه تنمو هنا بمنطقة سبع بفضل الإرادة القوية التي تحدو الفلاحين الشباب والذين برهنوا على رفع التحدي والإنتاج معا. عندي هنا زوج البيفويات، تجربتي الأولى هذه الحمد لله خير ربي. بالنسبة للعام السنة العام بارد خير من العام اللي فات. العام اللي فات كانت عندنا الحرارة قوية، تمد الغلة لاباس، بصح لازم تكون الخدمة في الوقت.
لازم الزريعة في الوقت، الدوية في الوقت، الحرث في الوقت، كل شيء في الوقت. والقمح هنا راه يدير 50 قنطار 60 70 على حسب ما تغرس بكري توكل زين، لي زونغري زينة ثاني تجيب سلعة زينة. تشوف سنا الخير تاع ربي، شوف سبوله كي دايره خير من العام اللي فات، العام كان ناقص المطر ما كاش في التل. انتقاء البذور الجيده وتوفير الاسمده ساهم الى حد كبير في رفع المردود خاصه في السنوات الاخيره. مكلفين المربين تاع البرج باش نجيب لهم الحصه نتاعهم من هنايا، والحمد لله كي جينا هنا تبارك الله قدم لنا المدير جزاه الله خير تسهيلات، وكي شفنا تبارك الله الخير راه كاين في الدبو تبارك الله. القمح اللي راه معروف في المنطقه واللي راه يسمو يزرعوه في كل المواسم هو القمح الصلب، هذا نظرا للطبيعه والظروف المناخيه. دونك الانتاج في الولايه هو في تزايد، انخفضت في 2007 الى 16000 قنطار، ومن بعد بنظر للسياسه الرشيده ارتفعت الكميه الى في الموسم الفارط الى 700000 قنطار، وفي الموسم الحالي إن شاء الله توقعات تكون نفس الكمية التي تم جمعها سابقا. دوك الإنتاج هذا الوافير هذا يتم تحويله إلى ولايات في الشمال على غرار مستغانم تلمسان بالعباس. اتباع الأساليب والتقنية الحديثة ومرافقة الدولة للفلاحين مكن من مضاعفة إنتاج القمح وتحسين المردودية بولاية أدرار. الفوسفات ثروة اقتصادية ودعامة من دعائم الاقتصاد باستخداماته المتعددة من المواد الغذائية إلى الإلكترونيات، وبالأرقام تحتل الجزائر مراتب متقدمة حسب التصنيف العالمي للدول المنتجة له، وهي اليوم تعول على هذا المعدن الخاص بالمشروع الجديد للفوسفات. أي دعوة؟ منطقة بلاد الحدبة ببئر العاتر جنوب ولاية تبسة باحتياطها الضخم من الفوسفات ورقة رابحة للاستثمار في هذا المجال، والجزائر اليوم تسعى إلى دخول مجموعة أكبر مصدري الأسمدة في العالم بمشروع خصص له حصة مليار طن من الفوسفات يتم استغلالها على مراحل، وستكون له آثاره الاجتماعية والاقتصادية على المنطقة. إن شاء الله روجينا الخير والبطال يستبشر. المشروع هذا رانا نشوفه فيه إن شاء الله راه فيه خير كبير للبلاد والعباد. المشروع الجديد للفوسفات المدمج كلل بتوقيع المجمع الصناعي للأسمدة أسميدال ومجمع مناجم الجزائر عقد شراكة مع الشركتين الصينيتين ووهان وتيانان. إنتاج ما يقارب 6 ملايين طن سنويا من الفوسفات المعالج، كما سيشمل التحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بولاية سوغهراس، وتحويل ما يقارب 1.2 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لإنتاج حوالي 5.4 ملايين طن سنويا من الأسمدة بحجر السود ولاية سكيكدا. 80% من الإنتاج ستوجه للتصدير عبر المنشآت المينائية المخصصة بميناء عنابة. بعد الانتهاء من أشغال التوسيع والتهيئة سيخصص إلى عملية التصدير للأسمدة المنتجة في الوحدات الإنتاجية. المشروع هذا سيعمل على تحويل 10 ملايين طن من الفوسفات سنويا المستخرجة من منجم بلاد الهدبة من ولاية تبسة، وتحويلها على مستوى ولاية سوغهراس لإنتاج المواد المتوسطة التي تدخل في إنتاج الأسمدة، ومن بعد ذلك تحول إلى منطقة حجر السود بسكيكدا. المشروع الجديد للفوسفات المدمج سيحقق نسبة صادرات تقدر بأربعة ملايير دولار في السنة، وسيوفر 6000 وظيفة مباشرة و24000 وظيفة غير مباشرة في مرحلة الاستغلال، و12000 منصب شغل في مرحلة الإنجاز، إضافة إلى تحقيق رهان الأمن الغذائي. تعرض الفنان الفكاهي محمد حزيم لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى العسكري الجهوي بالناحية العسكرية الثانية بوهران لتلقي العلاج بمصلحة القلب، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبونة. رئيس الجمهورية
عبد المجيد تبو، ربي يحفظه ويسطره ان شاء الله، وربي يشفي كل مرضى ان شاء الله. يزيد الجيري. السيد رئيس الجمهورية يتبع كل ما يحدث وكل ما يصيب يعني من مكروه من أبناء هذا الوطن، واتخذ يعني قرار بتحويله من مستشفى تيموشنت إلى المستشفى العسكري بوهران من أجل تحليل وتشريح الوضعية الصحية نتاعو ومعرفة يعني المشاكل الصحية اللي يعني منها، واتخاذ إجراءات أخرى يعني بناء على ما يتم تقييمه من طرف الأطباء في القريب العاجل إن شاء الله لاتخاذ إجراءات أخرى إن شاء الله. دوليا أفرزت النتائج الأولية للدور الأول للرئاسية بفرنسا عن مرور كل من الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وممثلة أقصى اليمين مارين لوبان مرورهما إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجرى في 24 من الشهر الجاري. في جديد الوضع بأوكرانيا، يجتمع اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ لبحث فرص أو فرض حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو، غير أن التكتل لا يزال منقسما بشأن مسألة حظر واردات الغاز والنفط الروسي. وعلى الصعيد الدبلوماسي، لقاء مرتقب اليوم بين المستشار النمساوي ورئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ولقاء آخر افتراضي يجمع رئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الهندي في إطار الضغط الذي تمارسه واشنطن على زعماء العالم لاتخاذ موقف متشدد ضد موسكو. ونختم بمعلم من معالم الحقبة العثمانية ببلادنا، المسجد العتيق بقرية أثبراهيم بمشدلة بولاية البيرة، أقدم مسجد بناه سكان المنطقة سنة 81-600. المسجد يعد منارة دينية وإرثا حضاريا في منطقة العلم والعلماء البيرة. فتح أبو عرابة. على هذه الأرض الطيبة شيد هذا الصرح الديني العريق بقرية أثبراهيم بمشدالة. بني المسجد العتيق بسواعد أهل المنطقة الذين جلبوا الحجارة وجذوع الأشجار لرفع كلمة الحق. المبني في 1681 في العهد التركي. نحن كسكان هذه القرية نقوم بالصلوات في هذا المسجد ونقوم بالتراويح في هذا الشهر رمضان المكرم. نتقرا القرآن سيدي يسفهمنا غداكم كي رانا نغار. راه يسفهمنا غداكم. إذا كان غطي الواحد نقار. الجامعة كي قديم تنعاود الناس جديد هي المعنى القديم اللي هنا كيتسدوا. أثناء ديسين طال النفيلة نطال الجماعة نتسد غرف نطال ديس. يعني شوف يوم الجمعة هنيا هل كامل ما كش مسجد في جهة أخرى، ولكن يجيو من القرى من الجبال منه ومن يجيو يصلوا هنا. المسجد يضم طابقين أرضي وعلوي، ويتم الولوج إلى قاعة الصلاة من خلال البيكة ذات عقود. يجيو الناس هنا دونك ما يكفيش الجماعة القديم، ومن بعد درنا الاكستنسيون مراه دونك الناس لقوا رواحهم. المسجد العتيق هذا يقوم بجميع أدوار، سواء الدور الديني خاصة ونحن في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، هناك من قرأوا القرآن والحمد لله كانوا هناك نساء من حفظوا القرآن في هذه المنطقة هذه. المسجد العتيق منارة علمية ودينية وشاهد من شواهد أصالة الحاضنة في الدين والإسلام. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في تمام الواحدة.